Imagine a virtual world that mirrors our own. In it, you meet colleagues, travel to foreign cities, and even get your pilot's license. This world is coming, and you've probably heard of it. It's called the Metaverse. The Metaverse would allow that virtual space to operate like the real world does, for everyone, at the same time, with infinite memory and history. But if you thought the Metaverse was all about gaming, gigs, and virtual meetings, think again. It could transform numerous aspects of our daily lives. The heat is unbelievable. From firefighting and filmmaking. We're going to see people spending more time in immersive experiences. To manufacturing and medicine. Using augmented reality is an opportunity for us to do things better. A whole new world is emerging, and with it, multi-trillion-dollar opportunities. Do you think the web transformed our lives? The 3D web is going to do much more. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم بنفسي، أنا مهندسة مارو عبلة، شريك مؤسس لمكتب MEB Design Studio، خبرة 20 سنة في المجال. في البداية أحب أشكر المهندس سامر سري وقناة بيم أريبيا لاستضافتهم ليا في القناة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الميتافيرس. الناس كلها يمكن عندها فكرة إن الميتافيرس مجرد إن أنا بلبس نظارة الفي آر وانا عازل تماما عن العالم. لا، هي فكره الميتافيرس في الاول كانت ازاي ان احنا نلتقي من غير قيود. دلوقتي احنا اللي بنصمم العالم الافتراضي ده، فالعالم الافتراضي او الميتافيرس هو اللي مستني منك اضافه، مش العكس. احنا مش بننعزل عن العالم المادي، لا، احنا بنصنع العالم الافتراضي اللي هو يمكن نقدر نصنع فيه اللي ما نقدرش نحققه في العالم المادي. من هنا بنفهم ان الميتافيرس او العالم الافتراضي هو عالم تشارك. الميتافيرس بيتعامل مع الويب 3، علشان برضو لو في ناس ما تعرفش ايه هو الويب 3، احنا لما بدأنا الانترنت من الاول كنا بنتعامل مع الويب 1. الويب 1 مجرد بنرسل مسجات تكست يعني عادية لبعض، هي دي اللي بنقدر نتبادلها، مش اكتر من كده. بعد كده دخلنا في الويب 2. الويب 2 ابتدينا نبعت صور، ابتدينا نشير فيديوهات اللي احنا فيه دلوقتي يعني. ابتدينا ممكن يبقى فيه فيديو كول، طبعا ده اقصى حاجة ممكن يعملها الويب 2. دلوقتي الميتافيرس لا، داخل بالويب 3 بقى فيه مشاركة. هو يعتبر حاجة لا مركزية. يعني ايه لا مركزي؟ يعني مثلا احنا دلوقتي عندنا الفيسبوك، حاطين عليه كل بياناتنا وصورنا والميموريز والكلام ده. لو مارك فكر كده مرة واحدة يقفل الفيسبوك ويمشي، احنا كده كل الداتا بتاعتنا خلاص زيرو. لكن احنا لو على الويب 3، الويب 3 لا مركزي، يعني انا حاجتي دي موجودة. انا لو شخصيا اتضايقت من الفيسبوك لأي سبب من الاسباب، انا حاجتي ما زالت موجودة، باخدها احطها على اي بلاتفورم تاني. فهي دي برضو ميزة الويب 3، ان هو ما فيش حد معين بيتحكم فيه. ميتافيرس مش معتمد على شركة ميتا بالشكل الرئيسي. يعني هو طبعا في بلاتفورمز برضو تانية تبع حاجات تانية، في مايكروسوفت عاملة، في كذا حد تاني. فكل الناس دلوقتي دي بتتنافس ان هي يبقى لها مكان ويبقى لها وضع الميتافيرس. وطبعا أبل عاملة نظارات خاصة ليها للعالم الافتراضي. فالموضوع ليه تطور، والموضوع واخد شكل يعني اللي احنا قادرين نستوعبه ونتخيله دلوقتي. وفي حاجات كمان لسه احنا لسه بنكتشفها، هم كمان لسه بيحاولوا يطوروها. هل الميتافيرس هو المستقبل؟ الوقت الحالي المستقبل طبعا ما نقدرش نتنبأ بيه. عندنا مثال طبعا كلنا عارفينه، الشات جي بي تي.
كل يوم في تطور، كل يوم أدوات جديدة بنقدر نستخدمها بتوفر علينا حاجات كتير جدا. يعني أنا مش هتطرق برضو للشات جي بي تي، طبعا هو دلوقتي بيوفر علينا حتى في شغلنا العادي، بيوفر علينا حاجات كتير جدا، له أدوات كتير جدا برضو اللي بيعرف يستخدمها. لا هي بتساعد وبتساعد كويس قوي، وإحنا شايفين يعني إحنا شفنا قد إيه أن الموضوع أخذ وقت قصير جدا. فالمستقبل ولا إحنا ولا اللي شغالين في التطوير بيقدروا يتنبؤوا بيه، بس هو كل يوم فعلا في جديد. لكن أنا يمكن بس الأكيد اللي شغالين في المجال الهندسي أو الإنشاءات بشكل خاص يعني عارفين قد إيه التطور في الصناعة عندنا بطيئة جدا. يمكن بالنسبة للصناعات التانية لا الموضوع أبطأ كتير، يعني التطور في الزراعة أو التطور في الصناعة أو التطور في الطب بيبقى فيه يعني تطوير بشكل أسرع مننا شوية. احنا كل فترة كبيرة يبقى عندنا تطوير في حاجة، يمكن مثلا ظهرت الطابعة اللي هي 3D بتاعة المباني، اكيد ناس كتير تعرفها، طابعة بيها مباني، طابعة بيها كوبري، طابعة بيها حاجات يعني محدودة برضو. يعني الامارات عملت اول مكتب مطبوع وهكذا، بس يعني ما زال استخدامنا ليها مش شائع وما تعتبرش طفرة. يمكن بعد كده ظهر الـ LED برضو أكيد ناس كتير تعرفه، أو اللي هي المباني الخضراء والمستدامة برضو يعني بسرعة كده هصحح لناس. احنا عندنا بس كل الناس عارفين ان هي مثلا مجرد ان هو يبقى المكان فيه زرع او يعني حواليه اشجار، وده طبعا مش صحيح. الحاجات دي بتبقى ليها رولز معينة، استخدام ماتيريال محلية، إعادة تدوير، الحفاظ على طاقة المبنى. يعني أقدر مثلا أن أنا أستخدم الطاقة اللي داخلة من المبنى أو اللي خارجة منه، فده بيقلل مثلا الكهرباء والتكييف والحاجات دي. مش طبعا الحاجات البدائية زي المشروبيات والكلام ده، لا في حاجات طبعا متطورة وحاجات فيها ميكانيزم وكده، كل ده بيتعمل له دراسة، وكل ده المبنى بياخد نقط معينة بيتعرف على أساسها يعني نسبة المبنى ده أو نسبة الاستدامة في المبنى ده عن غيره. دي نبذة بس بسيطة على LED. ظهر بعد كده يمكن اللي برضو عمل طفرة البيم أو البيلدينج انفورميشن موديلينج. طبعا ده يعني فاد الصناعة عندنا في حاجات كتير، وفر علينا وقت طبعا، وطريقة في التعاون ما بين الكاتيجوريز للمهندسين يعني الكهرباء والإنشائي والمعماري وكده، وفر طبعا برضو في تفادي أخطاء كتير. فيمكن البيم كان طفرة فعلا، بس برضو مش موضوعنا ان احنا نتكلم عن البيم النهاردة. انا يمكن طول عمري شغوفة بموضوع التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا مع العمارة، فبحاول اتابع كل جديد في الصناعة يعني، وبشوف ايه اللي اتضاف، وطبعا بنحاول نستفيد بده يعني، طالما هم بيطوروا لنا حاجة احنا بنحاول نستفيد بيها. فده اللي خلاني اتابع يعني، اشتغلت طبعا بالبيم. دلوقتي يمكن اتجهنا لموضوع الميتافيرس طبعا شوية، انا الموضوع جدا شددني، وهو بالنسبة لي بيحقق لي جزء كبير من شغفي. هو من 3 سنين تقريبا طلع مارك زكربيرج شركة ميتا، برضو لما كانت ايامها كانت فيسبوك، واتكلم عن الميتافيرس. بس الميتافيرس هو موجود من قبل كده بكتير، له تاريخ وكان اسمه ايه للي عايز طبعا يتعمق اكتر، بس ده مش موضوعنا ومش هيدف لنا قوي في كلامنا. اتكلم عن الميتافيرس والعالم الافتراضي، وابتدى دلوقتي التطور وابتدت شركات تانية كمنافسة، والموضوع بصراحة يعني ممتع جدا، لان انت بتقدر تحقق
اللي مش قادر يحققه في العالم المادي. تصمم دون قيود، يعني دي اهم حاجه في الموضوع، ان انت ما عندكش قيود معينه. ايه هي خطوات التصميم للميتافيرس؟ طبعا ده سؤال متشعب شويه، بس انا هحاول يعني اجاوب على حاجات مختصره كده. فيه يبقى عندك الشغف لحاجتين، يعني شغفك يا اما ديزاين، انت حابب الديزاين جدا، يا اما تكنيكال، انت برضو بتصمم للميتافيرس بس بطريقه تكنيكال او فنيه، في ان انت بتحاول تطلع الشغل ده في ارض الواقع. فده بيتم ازاي؟ يعني مثلا في مطورين العاب، في مصممين اضاءه، في يعني كذا كذا حاجه برضو هنقولهم من خلال كلامنا، بس قصدي ده الجزء التكنيكال. الجزء الديزاين اللي هو ان انت بتعمل التصميم الاساسي اللي بيتعرض على الميتافيرس. فهما مثلا ده اول حاجه انا بتكلم عن الشغف، شغفك انت اتجاهك فين، انت حابب ايه. زي ما احنا كنا بنقول مثلا في العالم المادي بتاعنا، لما كنا بنقول ان في مهندس بيحب الموقع، في مهندس بيحب المكتب او الديزاين اكتر. فاول حاجه لازم تركز انت عايز تعمل ايه، دي اول حاجه. تاني حاجه استخدام برامج 3D اللي انت حابب تشتغل بيها، بس طبعا البرامج اللي هي تقدر تديك كتلة خفيفة الى حد ما، او يعني اخف ما يمكن. وده المتاح دلوقتي، لان احنا دلوقتي برضو عندنا هم لسه بيدرسوا ازاي يطوروا النقطة دي. احنا دلوقتي محدودين شوية بموضوع الحجم للمبنى. فتاني حاجة احنا قلنا اول حاجة الشغف، تاني حاجة ان انت بتصمم المبنى على برنامج 3D، تالت حاجة بتحط المبنى اللي انت عملته بال 3D على برنامج اللي هو زي يونيتي وانريل والحاجات دي واومنيفيرس. كل دي برامج انت بتقدر من خلالها تخلي المبنى يتفاعل مع اليوزر، يعني مش بس انت شايف كتلة 3D، لا انت بتقدر تتفاعل معاها. رابع حاجة ان انا احط المبنى بتاعي ده على بلاتفورم اللي هي بتدعم الميتافيرس، زي دي سنتر لاند وساند بوكس وسبيشال وكل الحاجات دي. ممكن نحط عليها المبنى بتاعنا ويقدروا الناس يدخلوا ويتفاعلوا معاه ويستخدموا المبنى بكل تفاصيله، طبعا حسب ما انت محدد الاستخدامات اللي الناس ممكن تستخدمها. ممكن يبقى مبنى برايفت، يعني حاجة خاصة بيك، سواء بيت او whatever، يعني برضو ده انت اللي بتقدر تحدد. ايه هي فرص العمل للتصميم الأعمال الافتراضية او ميتافيرس؟ في البداية احنا اشتغلنا زي اي مكتب برضو في الشغل المادي، يعني او بتاع العالم المادي، اشتغلنا الشغل العادي بتاعنا التقليدي اللي هو التصميم او الشوب دروينجز او الشغل العادي يعني بتاعنا، سواء لمصر او للسعودية او للامارات او لقطر. في حاجات برضو في دول تانية كده بس بسيطة، وده كان الشغل التقليدي. بعد كده لما دخل البيم طبعا اشتغلنا برضو بيه، ويمكن كان اضافة كويسة جدا للمكتب. زي الشغل المستمر، يعني الشغل التقليدي بتاعنا العادي مستمر لحد هنا، ده الشغل الناس كلها عارفاه طبعا. لو هنيجي نتكلم بقى على الشغل او الفرص بتاعة العالم الافتراضي او الميتافيرس، انا حابة بس اقسمه لثلاث انواع. اول حاجة تصميم للعالم المادي برضو، يعني ممكن الناس تستغرب، بس هو هصمم للعالم المادي بشكل افتراضي ازاي. زي مثلا لو انا حبيت اعمل لعميل مبنى فيرتشوال، يعني يقدر يدخل فيه ويلف في المكان ويحرك حاجة ويغير ألوان، لكن already المبنى ده موجود.
ده طبعا بيسهل جدا ان يقدر العميل يشتري، لو هو مثلا عميل جاي يشتري شقة في المبنى ده او كده، او لو انت عميل بتعمل له تصميم برضو ده بيسهل جدا ان هو لو هو ما عندهش حتة التخيل، وطبعا ناس كتير ما عندهاش ان هو يقدر يتخيل انت بتشرح له ايه، او حتى لو عملت له 3D هو كده مش واصل له قوي كل تفاصيل المبنى. لكن لما هو يدخل ويتعامل في المكان طبعا دي بتبقى أقرب ما يكون للواقع. وثانيا هو بيبقى نسبة إقناعه كبيرة بالشغل اللي انت بتعمله له، سواء تصميم أو سواء هو عايز يشتري حاجة فانت بتعرضها عليه بالشكل ده. ده لو أنا هصمم للعالم المادي فقط. هعرض لكم برضو دلوقتي فيديو يوضح كلامي علشان الصورة توصل بشكل أحسن. النقطة الثانية، لو أنا هصمم للعالم المادي افتراضي، مادي افتراضي يعني إيه؟ يعني حاجة زي الديجيتال توينز، يعني حاجة ليها علاقة بالعالم المادي بس هي ليها نسخة في العالم الافتراضي، زي مثلا طبعا ده غالبا ينطبق على لاند مارك، يعني عمري ما هبني بيت مثلا صغير وابني له نسخه في العالم الافتراضي. ممكن اعمل مثلا نسخه من الاهرامات وابو الهول، نسخه من المتاحف، نسخه من الحاجات اللي هي ممكن تبقى الناس مهتمه ان هي تشوفها. في كمان حاجة تانية، في مهندسين كبار عاملين نفسهم مثلا استوديو، برضو بيكمل الاستوديو الخاص بيهم في العالم المادي عاملين في العالم الافتراضي، زي مثلا زي حديد، زي بيركي صاحب استوديو بيج، زي مثلا ام اي بي ديزاين ستوديو برضو، بس احنا لسه ما خلصناش ومش هنعرضه طبعا غير لما نوصل بالتصميم للي احنا عايزينه. يعني دي برضو في كمان الحاجه الخاصه بالجزء التجاري، زي نايكي وزي زارا وزي بي ام دبليو، كل دول وغيرهم يعني، بس ده اللي انا فاكراه، عاملين نفسهم برضو على الميتافيرس مقر، يعني يقدروا يعرضوا فيه الشغل سواء اللي موجود في العالم المادي او اللي موجود او اللي يخص العالم الافتراضي او الميتافيرس. يعني مثلا ممكن يتعمل شوز او حاجه كده خاصه بالعالم المادي، وبيبقى مجرد ان انت بتجربها او بتشتريها او كده من الـ VR بس. وممكن حاجة خاصة بالأفاتار، يعني لبس خاص بي، أكسسوريز، حاجات كده، دي برضو بتبقى خاصة بالميتافيرس بس. فهم برضو بيشتغلوا على الجزئين، فده اللي خلاني أربط برضو النقطة التانية عندنا اللي هي ربط العالم الافتراضي بالعالم المادي. النقطة الثالثة والأخيرة طبعا اللي هي العالم الافتراضي فقط، واللي هو طبعا زي ما اتكلمنا برضو ان انا يعني بصمم للميتافيرس فقط، سواء مباني، سواء زي ما قلنا اكسسوريز، لبس، حاجات خاصة بالافاتار، حاجات برضو NFT. اللي برضو ما يعرفش NFT هي حاجة يعني خاصة، يعني بتشتريها
ما يعني لا يمكن استبدالها اللي هو بتبقى بتاعتك انت بس. ممكن بقى تعرضها او ممكن تحتفظ بيها وتبيعها بعدين فيكون سعرها بقى اغلى. الموضوع طبعا الناس سمعت عنه ويمكن كان فيه عليه شغل كتير الفترة اللي فاتت، بس هو الموضوع رجع هدا شوية، ويمكن ده برضو له اسباب ان ما زال الحاجات دي ناس بتشتريها بس ما حدش لسه بيشوفها او بيشوفها عدد قليل. لكن لما يخش الموضوع في يعني في تفاعل وفي ناس كتير وكده، لا اكيد الـ NFT ده هيبقى له برضو صدى اكبر من اللي هو عليه دلوقتي. تصميم مباني خاصة بالمستخدمين، مباني ترفيهية، محلات تجارية، ممكن كمان غير بقى تصميم المباني، يعني في كمان تصميم الألعاب التفاعلية اللي هي بنقدر من خلالها يبقى في تفاعل مش بس مع المباني، تفاعل اليوزر، في حفلات، في تصميم أماكن سياحية، كل ده من ضمن التصميم. في طبعا أمثلة كتير، وفي كمان برضو من ضمن الفرص التصميم مصمم الديكور، مصمم الإضاءة، مصمم لاندسكيب. دول ليهم شغل طبعا على الميتافيرس، مطورين طبعا، مطورين البرامج، مطورين الألعاب، اليو آي واليو إكس، اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس، برضو دول مهمين جدا علشان يسهلوا على المستخدم استخدام الميتافيرس. يعني طبعا هنا احنا برضو ارجع واقول يمكن الميزة الكبيرة في الميتافيرس ان مش بيحددنا قيود العالم المادي العادي اللي هو الـ regulations، الـ المحددات بتاعة التصميم العادي، الـ scale، الـ budget. الـ budget يعني ممكن هيبقى فيه مرونة شوية، لأن برضو في برضو line كده معين على الميتافيرس ان انا لو هحط مثلا سي حطيت على ديسنترلاند بيبقى ليها تكلفة معينة لو زاد حجم المبنى، او لو حبيت اشتري ارض على ديسنترلاند، كل دي برضو من ضمن التكلفة يعني. بس في العموم ما فيش حدود للابداع طبعا. بس انا برجع واقول برضو يعني يمكن دي نصيحة برضو للمصممين الميتافيرس، ان احنا نحاول يعني نحافظ على قد ما نقدر على الهوية الانسانية واحنا بنصمم. يعني انا هدي مثال بسيط، لو انا عندي اهرامات مثلا كده وعملاهم في شكل ممر، والمفروض ان انا امشي على الاهرامات دي، مش هقدر، او لو مشيت عليهم بحس بألم نفسي. فياريت بس نراعي ان احنا نقدر نعمل كل حاجة، ما فيش قيود لحاجة، بس لأ، انسانيتنا اللي يريح اليوزر لما يدخل المكان، طريقة الاضاءة المعينة، طريقة الفتحات بشكل معين. يعني مش هنلتزم طبعا خالص بالموجود في العالم المادي، بس برضو يبقى عندنا احنا مراعاة يعني لنفسيتنا كده. وبرضو انا هعرض لكم دلوقتي مشروع شغالين عليه، ويمكن خلص شوية كاكستيريور، لسه شغالين كانتيريور وانتر اكت المبنى. دي كانت نبذة بسيطة حاولت أوضح بيها كل النقط على قد ما أقدر، لأن في ناس كتير سألتني في الموضوع.
وطبعا كل نقطة من دول فيها استفادة برضو بشكل أكبر. أكيد لو حد حابب يسأل حاجة وعندكم أي يعني حاجة محتاجة توضيح أكتر من كده ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أتكلم فيها، وممكن برضو تكتبوا ده في الكومنتس وهرد عليكم إن شاء الله. وهسيب برضو الكونتاكتس بتاعتي، وفي الكونتاكتس بتاعت مهندس عمر سليم، لو حد برضو محتاج أي حاجة ممكن يتواصل معي أو معي، ما فيش أي مشكلة. وأتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة ولو بجزء بسيط، وإن شاء الله لو لينا لقاء تاني نستفيد أكتر ونستفيد أكتر في الكلام إن شاء الله. شكراً.